مالي زابدو زابدو عاوتاني واش دغيا وليتي طبيبه لا حسن اونبورتي الطبيب اونبورتي يلا يلا ها هو هذا بغيت تلقاه زابدو هذا مات هذا واش الدراري معكم يتصاح الفكره ديال اليوم فكره عربيه ديال الصح فكره حمقه ديال الصح الفكره ديال اليوم اخوتي غادي نحول خويا سعدوش الى طبيب لمده 24 ساعه وطفاك الفكره عارفه عربيه ديال الصح داكشي علاش قبل ما نبدا الفيديو الدراري ما تنساوش معكم واحد لايك خليو لنا وصلت الفيديو هذا 30 امريكا الدراري وتابعونا في الجرس باش نضموا العائله 10 ستار احسن 20 في العالم الدراري كنبغيكم كاملين شكرا لكم على السبورت ديالكم الفتره الاخيره قسما بالله الدراري حتى كتصدموني دابا كثر عليكم هضره ليكم على الفيديو زاهي اخوتي ويلي ويلي عاوتاني المهم الخوت صباح الخير كما كتشوفوا الدراري يلا فاقوا ويلي عاوتاني شو امين يلا فاق راين يلا فاق اخوتي سعدو الشاوي يلا فاق داكشي علاش اليوم عندي لكم واحد الفكره هربان ديال بصح فكره حمقه ديال بصح فكره مسطيه ديال بصح ويلي انرجي عاوتاني اليوم طالع اليوم الفكره ديال الفيديو غادي تكون عندها علاقه بسعدوش ويلي قفلها دبرت دبرتي عليها انا نقول لك شنو الفكره اليوم الفكره اليوم هي انك غادي تدوز 24 ساعه وانت طبيب ويلي باللباس ديالو بكل شيء واش علاش اصاحبي وكيف اصبر صبر كيفاش يضحك عليك ونهار حنا صبر صبر امين نهار اخويا مشينا حنا لابسين اللباس ديال بابا نويل وجالسين انا وياه كيضحك علينا بنادم هو جالس كيضحك معاهم علينا ما بقاش فينا الحال حتى حنا بقى فينا الحال اليوم غادي تدوز طبيب اليوم غادي تدوز طبيب عرفتي اش غادي ندير معاك ندير معاك واحد الله غنعطيك اسيدي 500 درهم الا قبلتي انك تكون طبيب مده 24 ساعه تحيه كاس مش عاد بنادم ديك اللي البرا لقاح لقاح الدراري دابا اش بالك الصاط دوز 24 ساعه وانت طبيب ويلي ويلي سعدوش قبل عاوتاني لا الصاط شوف اليوم غادي تلبس اللباس ديال الطبيب اي حاجه كيديرها الطبيب غادي ديرها ما كيهمش داكشي فين غاجيبو وغادخل اماكن العموميه ودخلت خدمت في السبيطار لا لا كنضحك المهم الدراري قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش معاكم واحد تابونا فعلو باش يوصلكم ويلي ويلي عاوتاني المهم دابا غنمشيو نطلعوا في الطوموبيل اول حاجه غنمشيو نقلبوا على اخي امين هي اللبس اللي غادي يلبس عاد ديك الساعه ندوزو داكشي الاخر عاد ديك الساعه غنمشيو للاماكن العموميه يلا طلعوا 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 اوكي المهم الخوت كما كتشوفوا جينا لهاد البلاصه هادي هنا فين ان شاء الله غادي نتلاقاو اخوتي اللبسه ديال الطبيب يلا شوف السي امين يلا ورينا شي حاجه امين دغيا ولا خدام معاهم يلا خدام يلا الصاد وريني شي حاجه مزيان شي حاجه اطباء كاين بزاف كاين كبير كاين صغير لا بغينا حنا الاس بغينا الاس بغينا الاس الاس قلب اصاحبي يلا كانت هنا هي الاس هي الاس واش انت عما واش انت داير نضاطر عما اصاحبي يلا سعدوش حلوا لبسها يلا نبدا نشوفو كي غادي معاك ويلي ويلي الطبيب ديالنا اليوم الطبيب ديالنا غيتعرى يلا حيتريك حيتريك ونشوفو لي زابدو سي سي الله يخليك كتفصل لي زابدو عاوتاني يلا سير لبسها لبسها دغيا دغيا نشوفو كي غادي يلا سير سير الطبيب ديالنا كي جاك راينا هاد المحمد واعر كاين كاين يلا سير لبس لبس ويلي والله الا جاتك ناضي والله الا ناضي جاتك بهاد شي زابادو يلا لبس الروال ديالها لبس 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 نشوف دابا ديك الساعه ويلي ويلي رولناها يلا لبس 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 دغيا صاحبي ضربوا ضربوا بس ما عندناش الوقت طاب باش نمشيو نقلبوا على داكشي الاخر اللي خصنا خاصنا صابو عرفتي شحال من حاجه خاصنا ويلي ويلي يلا الصابو راه طبيب راه قلت لك طبيبه تولي طبيب هي طبيب ديال بصح كيلبسوا يلا قد السروال قد السروال طبيب جاك جاك كبير شي شويه ولكن هاني طلعوا مزيان طلعوا مزيان يلا هبطوا رجع اللون شوف كي جيتي ويلي والله الا كان والله الا جات معايا والله الا عرفتي شنو ملي قلتي كمامه هي غنمشي نقلبوا عليها باش ويلي خاصني نمشي نضاضر عطيني نضاضر عطيني نضاضر عطيني نضاضر نشوفوا كي غيجي شوف يا سعد شوف ويلي 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 الدكتور دكتور سعدوش المهم خوت دابا غادي نخلصوا هذه السيد وديك الساعه غنمشيو خوتي باش نقلبوا على كاع داكشي اللي خاصنا لا ويلي ويلي مالك سعد مصدعنا صاحبي مالك خويا بنادم ما بغاش ديك اللقاء واش دغيا وليتي طبيب واش دغيا وليتي طبيب لا لا حسن حسن واش هذا راه ولا هذا ولا كيبيع الفار ما بقاش كيبيع اللقاح يلا دخل قهوه دخل قهوه قول الناس يدقوا اللقاح يلا اللقاح اسيدي اللي بغى يدق اللقاح يلا ها هو واحد الطبيب ها هو واحد الطبيب اللي بغى يدق اللقاح صافي خلي السيد خلي السيد تشبي تياس الله يهديك اصاحبي وهذا ولا طبيب اصاحبي باقي كاع ما شرينا ليه داكشي اللي مشي انا ملاك وشريناه ليه اصاحبي يلا اللقاح اللقاح يلا ممنوع التجمعات زيد شد اربي اربي شنق عليه شنق عليه شنق عليه شنق عليه شنق عليه زيد زيد دي دي هذا خوتي ما ديال التصوار ما ديال والو سير ودي وغا اللقاح واحد غا واحد وغا واحد فين اجي بعدا انت اجي اجي عندك ورقه ديال داكشي ديال كدك يعطوها لك عرفتي عندك عطاش ديال امك وخدام طبيب هاك امك هاك هاك امك عطوني عطوني براسي بديت ديك البنات واش بغيت ديك البنات واش تمنيت ربي الله يرحمك ربي الله يرحم لك الوالدين امين سدوا عليا ربي لا ما سدوا سدوا سدوا
واش منيتك اصاحبي مريض هذا صاحبي. المهم خذ دابا اخوتي غنمشيو نقلبوا على لي زاكسيسوار الاخرين على ملاش غاديين لينا مشات شدو وين اوكي. المهم الخوت كما كتشوفوا هذا هو الشك النهائي ديال الطبيب. ويلي عرفتي واش جيتي نسيلي تخيلوا معايا اخوتي باش نطلعوا هاد اللبسه هادي كامله اللي كتشوفوا اخوتي دوزنا اكثر من 10 ديال السوايع وعرفتي يا صاحبي وقلبنا على الحوايج قلبنا ولكن شوف في الاخر النتيجه طلعت ناضيه. ويلي ويلي تمشى نشوفوا كي داير الطبيب تمشى. ويلي لا صافي صافي غرجي غرجي او او بناضي طبيب ناضي طبيب جرعتوني اول طبيب اول طبيب اخوتي غادي يبقى يداوينا بابا الحمد لله. عندنا طبيب في الدار اخوتي. المهم اللبسه ديالو كما كتشوفوا عنده هاد اللبسه هادي لي زاكسيسوار ديالو راه غادي يوريهم لكم الطبيب. هادو هما باش كيخدم هنا الباليزه ديالو الدراري كما كتشوفوا باليزه على طبيب ديال الميكا. وكما كتشوفوا اخوتي هنا كاين الصابو تخيلوا معايا هاد الصابو هذا ديال من ديال من ارضي صبر خالتي يا صاحبي واش بقاش تصبر الصابو. وتخيلوا معايا اخوتي هاد الصابو هذا ديال الوالده الدراري لبسوا جاك بحاشي طبيب سي سير كاع نشوف واش طبيب. والله الا طبيب كاين والله لا والله الا كاين. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا هذه النتيجه ورينا لي زاكسيسوار داكشي داكشي باش كتخدموا داك العلاج باش وليتي طبيب. ويلي مطرقه مطرقه اش كدير بها واجينا راه امير راسو قاصد واش طبيب ولا ولد راه جالس في راس الدرب واش مليسك هذا مضادر ما كتستعملهمش غير ورينا زيدي يعطيك ديال امين. المهم خوت راه حيد ديال امين حيت راه دو خوه قال لك زيد عاوتاني هي اش كدير به الختانه تختم به راهي راه عطي الراين يختن عطي الراين يختن لا 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 زيد عاوتاني درت الحراره هي زيد عاوتاني درت الفينيد الفينيد اش كتعطي قرق كتعطي الناس القرقوبي قرقوبي 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 اش بيتي قرقوبي موز اش كدير به لا لا بغي يضرب شي واحد ما جالسينش في راس الدربه صاحبي هذاك يحتاج الطبه في التشريح باش تكون عارف هذا ديال السنان هذا ديال المحكمه ما عرفتش كدير ولا قاضي وطلع هذيك تخشي هي زيد عاوتاني صافي هذوك اللعيبات يبقى زيد عاوتاني كاين عندك شي حاجه هنا ورينا ورينا جمع لي الباليزه ديالو جمع لي جمع لي انا كان لعبت الشوك كانت فيك شي شوكه كتحيدها وطفا كنت كان الرجال الجرعه الثالثه لا خلي ربي يطلع يديك خليه يدق لك صافي ما عندك ما عندك ما دير خاصك خليه ورا الناس ما كيدقوهاش هنا هذا راه ما طبيب هو الناس كيدقوها صاحبي كيدقوه هنا عامل دقريك البراطه لا 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 زيد واش باقي شي حاجه تما داخل يلا ويلي والطبيب محزم اخويا اللعيبه اش تهديد الحراره ويلي ويلي وصدمتيني عاوتاني مقص كدير بهذا مقص هذا كيش كيزو باش العيب والطبيب ما عرف داكشي فاش كي اوكي. المهم الخوت كما كتشوفوا حنا دخلنا مرجان معنا السيد الطبيب شفا لك السيد الطبيب ها هو واحد الطبيب اللي بغى يدير جرعه يلا سعد سعد قول لهم يديروا جرعه يلا يلا بيلي فين هي شوف غير هز البرا البرا عندك دي ما كتبدلش الدبره هذه ما تبدلات يلا سير قول يلا شوف يلا غوت عليهم قول لهم تلقى تلقى يلا سير يلا زيد اصاحبي سير يلا يلا اللي بغى يلقح يلا اللي ما دكش يلا اللي ما دكش الجرعه الثالثه ها هو الطبيب جات عندكم اون بورتي الزاوه ديالك الزاوه ديالك اون بورتي الطبيب اون بورتي يلا يلا اللي باغي يدق لك خاوي الخيل زيد زيد ضرب معنا وقلب علينا زيد 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 فين هو فين هو يلا يلا اللي بغى يدق يلا يلا تلقاه تلقاه اللي بغا يدق تلقاه لا الجرعة السادسة وصلنا الجرعة واش باقي اه واش بغيتي تدق لهم تلقاه الطبيب هذا هبيرة مفربن الطبيب مفربن مفربن ويلي ويلي والله اخوتي تا جايبين معانا مصدي قسما بالله وجالس كيغوت اخوتي وكيقول لبنادم اللي خاف ما باغيش يدق تلقاه يلا واش باغيش مرة لا 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 كورونا صاحبي يلا يلا قول للناس يلا قول لهم دقوا لي دق وصافي اخواتي وهنا هو هو الزيت دق لي تو لا 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 اه الله يرحم ليه الوالدين ما يشوفوا يلا واش حاكرين احنا صحاب تلقاح قول الناس اصاحبي يديروا تلقاح يلا قول الناس اللي خدامين في برجان تلقاح ما بغاوش يديروا وقول لهم اصاحبي تلقاح واخا نسمعوك غا نسمعوك غوت زين دقيت تلقاح دقاتو 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 خالتي خويلك الدرات هو هو السيد هذا قول لي تلقاح عمي عمي تلقاح ما داش فيا هاني يلا تاي هم الناس عاوتاني هاو هذا بغيت تلقاح بارك الله الطبيب الله يهديك هم الناس عاوتاني هنا كيخلصوا يلا سير دق لهم تلقاح سير قول لهم تلقاح يلا قول لهم تلقاح لا صاحبي الدكتورك واخا خاوي الطبيب هذا هم الناس هنا يلا قول لهم تلقاه وتلقاه يلا تلقاه الجرعه 25 الجرعه 26 ما انتاش فيه تاع الدري
والله اخوتي تاع تسعدوش الله يلاه صدق قسما بالله. شوف اخوتي خبرنا عليه دقيقه في اش كدير هنا اصاحبي اش كدير هنا اش كدير هنا سبير لا واش الاطباء معرب عليكم اصاحبي سبير لا حنا ما كناكلوش انا وحده واش ضانون ديال الناس كتاكلوا رزق بنادم اصاحبي يلاه سير سير كولوا. شوف ندير معكم واحد البلان بسيط باش نجي نقول لك الا مشيتي تاكليتي هذا شوف نحسب لكم واحد حتى خمسه كليتيه كامل نعطيك اسيدي 300 درهم زائد ديك الفلوس اللي غنعطيك عليها حيت وليتي طبيب يلاه واحد زوج ثلاثه يلاه سير ويلي ويلي غياكل بير لا اخوتي وصبرت زوج ثلاثه ويلي ويلي واه الطبيب هذا واحد صافي تعطلتي تعطلتي وصافي الطبيب شوف الطبيب الطبيب هذا ربي واش ربي واش انت الطبيب سير اخويا ما بقيناش باغيين نخدموا معاك ربي الله يرحم ليك سير خدمه تزرع عليا من الخدمه ربي سير ابقى قول لبنادم يدك تلقى حسير سير سير الله يرحم ليك ويدنا بعد مني شوف شوف غندير لي واحد شالنج سعد فلوريز لافا واحد زوج ثلاثه المهم الخوت الا كنتو بغيتو نديرو التحدي ديال فلوريز لافا لمده 24 ساعه قولوها لينا في لي كومونتير وتغي فهم اصحاب لي واش غيتقول عرفتي فراسك والله اخويا كون ما طلعتيش تما كانت اليوم غادي تدوز عليك اتفاس نهار الخميس هكاك هكاك بغيت مر امك دوي دوي نعطى امك دابا شي تفاصيل اول طبيب كياكل العصا من عند كلشي صافي صافي كولا كولا بيرلي ديالك وسكت الله يرحمك شكون ياكل وسط مرجان شكون يخلص بعد هذا انا ماشي انا شكي ولا وجهو والطبش اوكي المهم الخوت يلا خرجنا مرجان ويلي صراحه ماشي خرجنا جريو علينا وهاني والله وهاني والله ثاني المهم الخوت كما كتشوفوا احنا دابا في حي السلام اخوتي دابا جات لقيت باش نقول لكم واحد الفكره هربانه طاحت عليا في الطريق قسما بالله تا غيهرب لكم تخيلوا معايا شنو غادي ديروا انت امين انت غادي دير راسك انت هو المريض وهذا هو الطبيب بطبيعه الحال انت سيدي غادي تمشي وسط لديك البلاصه وغادي دير راسك انك مريض غادي تطيح شدني الدوخه انا شفتو شدني الدوخه وديك الساعه الصاد غادي تحتاج الطبيب فاش تحتاج الطبيب انا غادي نصيفطو لك صافي قدام الناس قدام الناس ما كيهمنيش اش كتعرف عليا يلا واحد جوج ثلاثه ويلي يلا سير امين سير اجي نتسناو هنا سعد اجي يلا سير سير ويلي امين الدراري الله يجزاهم بالصحه قسما بالله سير سير واحد جوج ثلاثه اي هذا مات هذا مالو مات هذا مالو هذا خاصو طبيب سير الطبيب عندك ايا عندك السير الطبيب سير شو الضفك وطفك سي طبيب زربان اخوك مالو اش كدير اش كدير اصاحبي معاني عيش شوف اخوتي الناس كيشوفوا اسحب لهم بنادم حماق اصاحبي سمعت الدقات ديال القلب ديالك وراه انت ميت قلت لك اصاحبي وموت اصاحبي موت واش كاين شي بركه تدق في القلب واش كاين واش كاينه شي بركه تدق في القلب وات ذا فاك خوتي الناس كيشوفوا والله يطول هرفه قسما بالله صافي 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 ربي يشفي لك فيه يعيش محال يعيش محال امين تعيش وكيفاش باقي عايش تبارك في راسكم الدراري والله خوتي شوف هذا مهرب لي قسما بالله صافي جمع الماتيريال جمع الماتيريال صافي صافي بارك ها انت حيتي ويلي ويلي ربي شوف والله الدراري والله الدراري تهرب لي قسما بالله ربي كيجاكم فيديو ديال اليوم هربان هربان هادي شنو خارج معك الطبيب الهيبه صاحبي المهم الدراري كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش هنا معكم واحد تابونا فعلو باش يوصلكم وزاهي اخوتي المهم الفيديوهات الجايين كاملين حمقينا الدراري ويلي ويلي عاوتاني.